شوف شنو يحكي لي بيه. عمد كوري يا عمد ترمليني. كيف صار هذه الوعي انت؟ عمد ترمليني. انت شنو يبي دولار؟ ما عندي مورينينا. كوري مش كويس قاعد تي مصرفنا مهيش. ابر يا حبيبي بين حالات يا انا طبعا واخذ لغات لكن مش كتر مع دوا هكي ما نحبهمش بك من كتب ثقيله. سريع انت سريع انا هوبا وحش. ايه شنو عندك حاجه انت؟ انا لا نص على المقطع بتاعي بس. السلام عليكم. معلش ما هو صوتك شويه. غادي كان كم صمات. غادي السلام عليكم. سلام. بشير مختار مدرس الرياضيات يا اخوي. اهلا استاذ بشير. مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل يا استاذ. الله يبارك فيك. شويه يا راجل طلع معرف الراجل شوي. تفضل. قلت لك انا مرتبي عندي كمان في المصرف والحقيقه انا بنقدم في السلفه باش ناخذ سلفه مفلس يعني. في امكاني رت الجرات هذا مستاذو. ايوه برا جيبه متعه ده وجيب معك كفيل يا استاذ. كفيل يا را حرام عليكم. شو قصة كفيل بس انتوا على الجو الاولي يا راجل؟ خليك شهلول يا را ومشي الاوراق يا راجل. ايش يا استاذ؟ قلنا لك برا جيب كفيل وتعالى. تحب الله يا ربي. باهي افرض اني ما حصلتش كفيل كحمار كطرب كحصان كيف؟ ما قلت. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابراهيم يا سالم احمد. هاي السلام عليكم. هاي الكفيل. أوراقك يا زرقت عليك. كانك لبس. قولي آخر مرة فتحت فيها الدرج هذا أنت يا راجل. خطانا يا راجل. هيا الشغل يا القصة متاعها هذه. صمت. نلعب ومالا. شاك فيك أنت رئيس إصابة. أنت تسلم المصرف. لكن علي من؟ علي عطية كونا لو. عطية كونا لن يرحم. ما فيش اوراق اخرى يبان توقيعه؟ لا يا استاذ بس انا قدر اني حل مع شرطي عاديه. كان مش عارف قلبنا المصرف تحريات وتحقيقات قال عندي احساس انه في عصابه تسرق المصرف. عصابه؟ والله الله. انت عارف عطيه هذا معانا لامس اليوم يا بني ادم. وديما خياله واسع مشو علي قصد عقله خلاص. حاضر استاذ. تفضل شكرا. عصابة. اوراقك يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجي يا رب. زرقت عليك. قول لي الفلوس هذين ايش بتدير بيها؟ ولا ايش دخلك انت يا راجل؟ انت شاهد بشورك شيء. شاهد بس. شاهد انت شنو تقول؟ تعال. كان في حد دزك هنا وقال لك عادي شوف لي عدد الحراسات في المصرف كم قول لي عليه وانا نطلعك بالقضيه زي شعره من العوينه. قصدك العجينه؟ العجينه. شن قلت يا ربي؟ ايش فيك ان شاء الله؟
مرقت عليك اوراقك يا ويجا لله يا سلام الله لله يا محسنين لله ويجا لله خير عليكم خير عليكم طيب فينا اللي معاشتنا نزلن لله يا حويج الله يفرحك بعويلتك وحياتك هذا وين جاي ناخذ في المعيش يا باتي ورأسك انت تعرف المعيش نازل له يومين ما سمعتها الا في لم جيرين قالتها لي العزوز مبروكه الا العزوز خديجه مكريه وقلبها اسود ما بتقولها لي بكي ورأسك انت تو بعد ناخذ المعيش نعطيك منه بيه وانت اكتب علي هذي انت خذ هذي وانا ناخذ هذي هاي اقعد في العيش يا باتي اراك تنسينا من المعيش يا حويجه يا عليك عزوز ضايق هاي والله ما عاد عرفنا كيف دوختونا معاكم مرة تجيبوا فينا ومرة ترفعوا فينا يا محمد يا حينة خير يا بي مرحبا انت بتاع القراويط نعم يا حاجة مرحبتين يا باتي نعمتك بارقة هاك الله يربحك شوف لي الحساب شنو فيه خير عليكم خير عليكم خير حسابك فاضي يا عبد الله عليكم كيف فاضي كيف الصبايا كله جن وخذن معاشاتنا شوف الله يربحك شوف سلموني انتي مازال ما جا شيء يا عبد كيف تبيني ندير عاد توا وين نعدي اكيد عندك مشكله في الضمان عدي راجعين يا بي يا بي انا محوطك وصلت فيك الله يربحك تريد تتعبني لعند الضمان الله غالب يا عبد يا بي شو بنقول لك الله يربحك غير حتى هلية ما يحب فيك لوالي وراس عمتك إنه 91 جاي بس راه باقي كل الخصومات هيا الله يربحك هيا يصير شي يا حاجة راجع الضمان سخان إن شاء الله يخبط راسك خزي السلام عليكم عليك تزليط من البداية نحب نعرفك بنفسي بشير مختار مدرس حلو الحقيقة يا أخويا أنا ظروفي صعبة أنا عندي العزوز مريضة ومش متزوج بالله عليك في العمر هذا مانيش متزوج وجاري معاق وأول أمس عندي جاري شارب غاز وأخويا شارب أشبة الحقيقة المحمدية اللي أنا ظروفي صعبة جدا جدا يا رجل حتى حق سيارة ما عندي يا رجل يا باش بتبي من نبيك تكفلني ندور في كفيل ونبيك تكفلني لا لا كافر تغفر الله كافر يا ابن آدم كافر يا ساتر كأنك ما تحبك انت انا اسف يا حنا والله العظيم اسف هاكي لا ما حصلش حاجه لا حصل كيف ما تقولي حاجه ما حصلش حاجه حصل هو انت اسمك ايه اسمي برقة ايه برقة جدا لما انا كبير جدا اسم جميل خديتي حواش العقل حسيبك ربنا يا برقة باهي معلش تعيط كافر كافر لأنك متروح علش من ديرك يعني يا سالم لله يا محسنين لله حويجة لله يا سلام الله حويجة لله يا سلام الله لله يا مسلمين لله حويجة لله الله يربحك لله يا مسلمين لله حويجة لله يا سلام الله لله يا مسلمين لله حويجة لله الله يربحك تعي ضم يديك وانت دي مزارك ضم يديك انت من؟ انا اساس مهند بصبي قدامك عطية كونان عطية كونان اسكت تهدر فينا اسكت شرطي متخفي يعني لا اسمع انا مهمة رسمية قاعد تلفيني مهمة رسمية حقيتش حدك تصرفاتها مش تمام حدك شكيت في وضعه لا خلاص اي حد تشك في تصرفاتها مش تمام في المصرف عم اي حد كان قول لي عليه والباقي شغلي حاضر يا طيب عطيه كل لا يرحم حاضر يا طيب حاولك من باخر عطر هذا عرفت عطر شم بيطالك يا ساتر يا رب البيت يصير نريت لله يا محسنين لله حتى تطروش جماعة عارف الأحلام بالله يبو الله خلاص
لله يا محسنين لله ويجا بالله يا اسلام الله لله يا محسنين لله عليكم.